الرحمن الرحيم. نحن ثوار محافظة واسط نساند ونعابد أخوتنا الأبطال الصابرين والمرابطين في محافظة ذيقار، ذيقار النصر والفداء، ونعبر عن مساندتنا للبيان الذي صدر اليوم من ساعة الحبوبي. ومن هنا نحمل حكومة المحاصصة والفساد المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم زكية سالت في أرض الناصرية، ونحملهم عدم الاستجابة والكشف ومحاسبة القتلة والمتسببين ومن يقف وراء ذلك. وفي حالة استمرار الأعمال الإجرامية ضد أبنائنا الثوار في محافظة الناصرية سوف يكون لنا رد آخر. اليوم الأحد 28 شباط 2021. عاش العراق! عاش العراق! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. موضوعنا اليوم سيكون عن القمع الحاصل والمستمر في مدينة الناصرية الذي يتعرض له المتظاهرون والثوار من مدينة الناصرية، ثوار ثورة تشرين، عن طريق القوات الحكومية والميليشيات. طبعا هذا الموضوع منذ تقريبا أسبوع مستمر، وحتى هذه اللحظة الحصيلة هي 10 شهداء وأكثر من 200 جريح. هذه الحصيلة قابلة للزيادة بسبب استمرار القمع الحكومي. هيئة علماء المسلمين في العراق أصدرت بيانا بهذا الخصوص، دعونا نقرأ مقتضب البيان لحضراتكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن المتظاهرين في الناصرية يتعرضون منذ عدة أيام إلى حملة مسعورة من قبل القوات الحكومية وميليشياتها الإجرامية، الأمر الذي تسبب بمقتل أكثر من 10 مواطنين وإصابة نحو 200 آخرين، حيث غصت المستشفيات بالجرحى. أضافت الهيئة أن هذه الأحداث الإجرامية المستنكرة والمدانة التي ترتكبها القوات الحكومية تؤكد بشكل قاطع أن مسلسل تخريب البلاد مستمر، ويستهدف كل من يدعو إلى خلاص العراق واستقلاله وإسقاط الطغمة الفاسدة. أشارت الهيئة إلى أن عدم اهتمام الحكومة الحالية بأحداث الناصرية واستخدامها القوة المفرطة في إنهاء التظاهرات وعدم محاسبة مرتكبي الجرائم لن يزيد المتظاهرين إلا إصراراً على مطالبهم المشروعة، وهو ما يدعو إلى مساندة أبناء ذيقار في صمودهم وثباتهم وتمسكهم بمطالبهم وحثهم على الاستمرار بالمواقف الوطنية التي أظهرت حقيقة العراقيين الرافضة للعملية السياسية والتغول والهيمنة الإيرانية في العراق. هذا مقتضب بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بخصوص أو بشأن القضية الحاصلة في مدينة الناصرية، المجزرة المرتكبة، القمع المستمر من قبل القوات الحكومية. المتظاهرون في مدينة الناصرية أكدوا أن السلطة عادت لأساليب القمع الدموية، وأن مطلبهم الأول هو إقالة الكاظمي وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية. جاء في بيان للمتظاهرين أنه بعد المسرحيات الهزيلة الحكومية وسفك دماء المتظاهرين أبناء الناصرية، فإن سقف مطالب ثوار ذيقار لن يقف عند حد معين، واتهموا الكاظمي بممارسة أسلوب التخدير وجعل أبناء ذيقار حطبا لمآربه السياسية وترسيخ نفوذه عبر التغييرات الشطرنجية لأصحاب القرار في المحافظة. وأكد المتظاهرون أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بعد رحيل الكاظمي الذي أغرق البلاد بالدماء والديون والوعود الكاذبة. ما الذي قام به مصطفى الكاظمي؟ أقال ناظم الوائلي، أو كما يقول ناظم الوائلي أنا الذي قدمت الاستقالة، وجاء بعبد الغني الأسدي، عنصر من عناصر هادي العامري تابع لتحالف الفتح. هادي العامري الذي توعد العراقيين، توعد ثوار تشرين بالخلاص منهم، وأنه على أهبة الاستعداد لإنهاء هذه التحركات المشبوهة كما وصفها، في سبيل ألا تتعرض مصالح
السياسيين ومصالح الجارة إيران كما وصف إلى الخطر. هذا كلام هادي العامري. عبد الغني الأسدي جزء من منظمة هادي العامري، وبالتالي ما الذي يتوقعه العراقيون من هكذا شخصية؟ ولماذا يأتي الكاظمي بعبد الغني الأسدي إلى هذه المحافظة؟ وهل مشكلة العراقيين في محافظة ذي قارة في مدينة الناصرية بشخص المحافظ أم بالسياسات الحكومية الفاشلة الفاسدة التي دمرت المحافظة وأصبحت منكوبة وجعلت من العراق ساحة مستباحة وبلد مستباح من إيران ومن ميليشيات إيران؟ واليوم أي ميليشيا تستطيع أن تتحدى الدولة وسلطة الدولة والقانون ولا يستطيع أحد أن يقف أمامها؟ قبل أن نستقبل اتصالات بس أريد أعرض هذا المقطع. ثورة تشرين منذ ظهورها ومنذ انطلاقتها وكل المظاهرات التي شهدها العراق، دائما ما كانت هناك الشخصيات التي تحاول ركوب الموجة والتي تسعى دائما إلى أن تصبح هي القائد لهذه المظاهرات ولهذه الثورة، رغم حديث ثوار تشرين منذ البداية في كافة المحافظات العراقية أن لا مرجعية لهم سوى العراق ولا قائد لهم، لأنهم هم الذين يقودون هذه الثورة بأنفسهم، لا توجد شخصية معينة محددة هي التي تقود أو تحرك هذه الثورة. هذا كان كلاما واضحا. بالناصرية دكتور علاء الركابي شخص خرج إلى هذه الثورة بثوب الوطنية مثله مثل غيره الكثيرين، وحاول أن يحرف هذه الثورة عن مسارها عن طريق الترويج له ومحاولة كسب الناس بالعواطف وغيرها، وأن يرسم صورة أنه شخصية قيادية، لكن الواقع كل من يسير في طريق يعاكس الثورة يصبح بالطبع في نظر المتظاهرين هو خائن وضمن السلطة. ما الذي قام به؟ قام بدعوة المتظاهرين للابتعاد عن مجلس المحافظة أمام مبنى المحافظة، دعا المتظاهرين أن يبتعدوا عن هذا المكان، بالإضافة إلى اتصاله واستنجاده بالسلطة لجلب الجيش إلى مدينة الناصرية من أجل التصدي للمتظاهرين. طبعا يعني الوجوه والأقنعة انكشفت أمام العراقيين، وأصبح من يحاول أن يرتدي ثوب الوطنية بشكل مزيف محاولة خداعة لركوب الموجة سيكون مكشوفا عاجلا أم آجلا. تعرض للإهانة، ضرب من قبل المتظاهرين، وطرد أيضا. ودعونا نشاهد هذا المقطع وهو يحاول الاتصال أو الاستعانة بالقوات الحكومية. خلينا نشوف. طبعا هذا كان المقطع اللحظة اللي تم طرده من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية أو من مدينة الناصرية، وأيضا هو لاقى ما يستحق عندما يحاول أي شخص التلاعب بالعراقيين ومحاولة حرف ثورتهم السلمية الوطنية عن مسارها يلقى هذا المصير، مثله مثل كل الشخصيات اللي دخلت في محاولة لرسم صورة القيادة والوطنية وتعرضوا إلى هذه الإهانة، لأن هذا ما يستحقونه. في مقطع آخر انتشر على مواقع التواصل وهو يتحدث بالهاتف كيف يستجدي الجيش أو قدوم الجيش من أجل إنهاء هذا الموضوع، إنهاء هذه التظاهرات والانتهاكات المستمرة اللي يتعرض لها الثوار، كانت أيضا ترويج منه أو محاولة منه لجلب الجيش من أجل أن يستمر هذا المسلسل الانتهاكات. عندنا أبو أحمد من ميسان، تفضل يا أبو أحمد. السيد أبو أحمد من ميسان، حياك الله، تفضل يا أبو أحمد. ألو، أسمعك، حياك الله. ألو، أسمعك يا أبو أحمد. الله يحفظك أستاذنا العزيز عن الناصرية. نعم. ألو أبو أحمد، إذا معلي صوت التلفزيون يا ريت لو تنصي لو سمحت. وإذا تنظر للحالة اللي هسه قاعد تسويها هاي الحكومة، الحكومة هاي الإيرانية اللي قتلت الناس. نعم تفضل. أي بالنسبة للحكومة هاي، حكومة سارقة، حكومة قاتلة الناس.
حكومة تقودها الدولة الإيرانية وليس الميليشيات اللي موجودة بالعراق. فأقول أسأل ليش ما المحاولات الباقية تدور كما ثارت محافظة الناصرية. نعم. ضد هاي الطغمة الفاسدة. هل المحافظات الباقية لازمها خوف أو مكاسب مال؟ وما هي الأسباب اللي تمنح هاي المحافظات من هذا الحال القتل هاي الشباب؟ نعم. ألو. وياك يا أبو أحمد أسمعك تفضل. ألو. أسمعك. حكومة. أي. ليست بحكومة سمو إنما العصابة والسراق وقاتلين هاي الشباب وهاي الناس. نعم. ولا يمتلكون من الحق ذرة واحدة. وإلا ما ناس سارقين قاتلين منبوذين لعنهم الله ولا ينتمون للإسلام ولا لهم أي خبرة بالعمل السياسي. نعم. ونطلب من الشعب العراقي لا يثور عليهم إلا لقتلهم وطردهم. وشكرا. شكرا لك يا أبو أحمد. عندنا السيد وليد من السماوة، تفضل يا وليد. فقدنا الاتصال مع السيد وليد. أبو فيصل من السعودية، تفضل حياك الله. أبو فيصل لو تنصي صوت التلفزيون لو سمحت. السيد أبو فيصل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. تحية لك وتحية الغناء وتحية الكادرة وتحية الشعب العراقي. حياك والله أستاذ. بالنسبة لما تقوم بعصابة الخضراء من جرائم ضد الشعب العراقي، هذه ليست أستاذ محمد حكومة، هذه عصابات سراق حرامية. على تغيير محافظة، ما تغيير محافظة لن يجي جدوى مع هذه العصابة. لازم تقاطع أول شيء تقديم السفاح الكاظم المجرم، وهذا هو رأس الإجراء. يعني الناصرية ما فعلوا شيء خطأ ولا جريمة، هم يتظاهرون مطالبة مشروعة ومظاهرات سلمية، لكن هذا المجرم ارتكب جريمة ضد الشعب العراقي. يعني جريمة لن تجي نفع مع الشعب العراقي. الشعب العراقي سوف ينتصر مهما كان. لابد من محاكمة الكاظم، رأس الإجرام هو الكاظم. وتحيلك. شكرا جزيلا يا سيد أبو فيصل من السعودية. ويا سيدة نادية من بغداد، تفضلي يا نادية. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا أعقب على كلام بالأخ اللي سبقني. أي. يتكلم عن المحافظات، يقول أنه المحافظات صحيح. هذا الشيء غير صحيح طبعا. البارحة كل المحافظات كانت عدد صعيد قوي وكلها آزرة الناصر. لكن بغداد طلعت يمكن بعض المناطق وجتها قوات الشرطة. لأنه بغداد هي الأساس، لكنه أنت مركزة والقوات الأمنية متمركزة. يعني إحنا يعني الشباب أنه يطلعون صيد أنه ولكن باقي المحافظات كلها طلعت عندك. وغد عندك وقفة احتجاجية، غد طيب. سيدة نادية، شنو رأيك بالخطوة اللي سواها مصطفى الكاظمي بموضوع إقالة محافظ ذي قار وتعيين عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار؟ عبد الغني الأسدي تابع لتحالف الفتح بقيادة هادي العامري، شنو رأيك بهالخطوة؟ ضريبة النزاعات على المنصب، يعرفون أنه من وراء أموال طائلة. النزاع كثرتين بين التيار الصدري وبين الفتح، قدم قرابين من أجل قتالهم. هم مستحيل يتركوه. عبد الغني الأسدي اجى عن اتفاقيتهم. بالنسبة لنا احنا نحكي بصوت الناصرية. الناصرية سبع رجل من عدهم مناضل وطني، على الأقل يجعلون الحقوق. يعني الناصرية منكوبة، الناصرية أم الأبطال. نعم. يعني قدمت ما قدمت سندا بهاي الشباب. والله رضا الفلانية أو الفلانية هي أساسا أنه هذول.
نعم. مصطفى الكاظمي هو وفيدهم هو بيستهم. نعم سيدة نادية، أنا أشكرك من بغداد. مصطفى الكاظمي تحدث قبل قليل عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي جرت في مدينة الناصرية. أين نتائج التحقيقات للجان السابقة منذ عادل عبد المهدي لغاية اليوم؟ كم لجنة تحقيق تشكلت أو شكلت عن طريق الحكومة للوقوف على نتائج على أحداث جرت في العراق، انتهاكات عن طريق الميليشيات أو عن طريق القوات الحكومية، مجازر ارتكبت في محافظات عراقية شهدت مظاهرات؟ أين نتائج التحقيقات؟ شنو يعني لجنة عليا وأعضاء هذه اللجان هم متهمون بالفساد، هم متهمون بإراقة الدم العراقي، هم متهمون بسرقة المال العام، هم متهمون باعتقال وتغييب العراقيين وانتهاكات ضد العراقيين؟ أين نتائج التحقيقات السابقة حتى تشكل لجنة الآن؟ وهل يثق العراقيون بمصطفى الكاظمي وخطواته إن كان يستبدل ناظم الوائل التابع لمقتدى الصدر للإتيان بشخص تابع لهادي العامري، شخصين متهمين بمفاسد وانتهاكات وجرائم ضد العراقيين؟ من معنا؟ وليد من السماوة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا تحية حب وإجلال ثوار الناصرية الأبطال. وكنصيحة أنه أتمنى من الأخوة بالناصرية ما يقبلون بأي مرشح إلا يكون من ضمنهم وباختيارهم هم بدون ما تملي عليهم الحكومة أو الأحزاب، وأن لا يخطئون خطأ ثوار 25 تشرين وشالوا الخيم ورضوا بالحكومة الحالية بصورة عامة. هذا هذا وين صار هذا الموضوع؟ النقطة الأولى وين صار؟ هاي مبدئيا. النقطة الثانية أستاذ محمد، أي أحب أنه أعقب على كلام أنا تابعتك من بداية الحلقة. تفضل أستاذ محمد، ولو هو شيء مو مستغرب من حضراتكم وقناتكم الكريمة. تفضل. وين كانت أصواتكم بال 2014 من إجا داعش والأسدي وغير الأسدي هم اللي حرروا الغربية واللي حرروا العراق بصورة عامة، سواء طيب. غربية أو الجنوب أو الوسطية العراق بصورة عامة؟ طيب وين كانت أصواتكم؟ ليش ما قلتوا هذا تابع لفلان وهذا تابع لفلان جهة وهاي جهة؟ يبدو حضرتك ما متابع. إذا حضرتك ما متابع، ليش ما متابع يا أستاذنا؟ شوف يا سيد وليد، بس قلت لك أنا ما أستغرب لأن أنتم أي كمل. قناتكم الكريمة كانت اللي دخلوا المسلحين من داعش من مختلف الجنسيات كنت تطلقون عليهم تسمية ثوار العشائر. طيب واليوم يعني تتصف أنه الأسدي أو غيره أو غيره أنه تابعين الميليشيات. يا أستاذ العزيز أين كنتم 2014؟ طيب ممكن تسمع هسه حضرتك، بما أنه أنت بس اسمح لي هسه حضرتك أدلية ما لديك، اسمع مني حتى يكون نقاش حضاري. أولا موضوع ثوار العشائر هذا كان واضح، وإذا حضرتك تتابع حتعرف ثوار العشائر أبناء المحافظات العراقية اللي ثاروا، اسمح لي، اللي ثاروا على السلطة القمعية بعد سنة سلمية من التظاهر. داعش منظمة إرهابية ما حد يختلف عليها، وعمرنا عمرنا في قناة الرافدين ما قلنا على تنظيم داعش إنه هو ثوار العشائر. هاي واحد. اثنين، عبد الغني الأسدي وغيره اللي تقول حرروا، لولا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لما استطاعت هذه القوات بكل صنوفها حشد وغير حشد أن تخطو خطوة واحدة في المناطق اللي سيطر عليها داعش لولا طيران هذا التحالف. أي واحد. موضوع التحرير سبق وأنه حكينا طبعا هذا الموضوع حتى لا نعيد ونزيد به. أهالي المحافظات اللي شهدت ثورة على مدى عام كامل بشكل حضاري سلمي، لم يرفع بها علم آخر غير العلم العراقي، لم ترفع بها شعارات طائفية، لم يحمل بها سلاح قمعتها السلطة، قالوا الناس احنا أولى بحماية مناطقنا، احنا عندنا زلم وعندنا القدرة انه نحمي مناطقنا ونحمي أعراضنا، ما منتظرين
من غيرنا انه يجون يحررون. هاي شغله. الشغله الاخرى ليش حضرتك، بس اسمح لي مثل ما انطيتك فرصه تتكلم اسمع مني رجاء، ليش حضرتك ما سالت شلون دخل داعش الى العراق؟ كيف سمحت السلطه انه تسقط مدينه الموصل وينهزمون اكثر من 60,000 عنصر امني من الجيش من مدينه الموصل بالدشاديش؟ ليش ما سالت هذا الكلام؟ ليش ما تحاسبون نوري المالكي اللي ارتكبت مذبحة سبايكر على يده؟ ليش ما تحاسبون أو الطالب بمحاسبة جميل الشمري اللي سفك دماء أهالي الناصرية؟ ليش حضرتك ما تتحدث عن الميليشيات اللي سفكت دماء العراقيين؟ تدري التقارير الدولية، هذا مو كلام قناة الرافدين، هاي تقارير دولية موثقة. تقول منظمة Human Rights Watch، وأنا كررت هذا الكلام بأكثر من مرة ونكرر مرة أخرى، أنه الانتهاكات اللي ارتكبتها ميليشيات الحشد ترقى للجرائم اللي ارتكبها داعش. الأمم المتحدة في تقرير لها تحدثت عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية والحشد وداعش، انتهاكات منها اغتصاب فتيان وفتيات، هذا تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة. منظمة العفو الدولية أرسلت تقارير لحكومة عادل عبد المهدي حيدر العبادي، طالبته بفتح تحقيقات في إعدامات ميدانية نفذتها قواته الأمنية الحكومية اللي تقول عليها تحرر والميليشيات ضد مدنيين عراقيين في مناطق محررة. ليش ما تسأل وتقول جرف الصخر صار لها 7 سنين، ليش ما يرجعون أهلها إلى مناطقها إذا كانت محررة مثل ما تقول؟ أنت تقول ما نستغرب من قناة الرافدين، لا أنا أستغرب منك هذا الكلام، أنه أنت فعلا ما متابع، فعلا أنت جاي مؤدلج أنه تريد تتهمنا بالباطل. أنا أشكرك يا سيد وليد من السماوة، أتمنى تراجع نفسك وتراجع أرشيف القناة، موجود على اليوتيوب بالعلن، ما محتاجين نضم شيء. إحنا واضحين وصريحين بمن قاوم الاحتلال وبمن قاوم جيش المالكي والآلة القمعية الحكومية في ذلك الوقت، ومن تحالف مع الحكومة ومن تحالف مع الميليشيات في سبيل قتل الناس وتهجيرهم. التحرير اللي تتكلم عنه، المناطق هاي محافظات منكوبة لا تزال بها 95% من بعض المناطق هاي تحت الأنقاض، أنقاض المنازل صايرة وجثث تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. تتحدث تقارير دولية وتقول بأنه بعض المناطق في المحافظات المنكوبة لا تزال قنبلة موقوتة بسبب كمية المتفجرات الموجودة بها. وين الدولة عن هذا الموضوع؟ عموما من عندنا السيد أبو ياسين من بغداد، تفضل. تحياتي لك أخوي على قناة الرافدين. حياك كل الهلا أخي. ثوار الناصرية وثوار المحافظات اللي كانت ببغداد مو نعم. بس على هذا مصطفى الكاظمي ما يريدونه، وإنما هم كلهم من هاي الطبقة السياسية والمعممين، كلهم هم مصطفى كاظمي، كلهم لأن كلهم منتفقين اتفاق واحد يعني ضد العراق، جابوها وعودات من 2003 لحد الآن نعم. وعود كلها كاذبة، راح نبني وراح نبني نسوي جسور وكل مواطن عراقي إلى بيت وخدم، وكذبوا على العالم يعني هذا متظاهرين للناصرية خطية بهالبارد الهاي يعني شنو هم تبطر هذا أخي لا وظيفة ولا احترام للعراقي أصلا يعني كلها لا. وعود كاذبة، لا تعيين لا صناعة ولا زراعة ولا أمن ولا أمان ولا شواء. يعني أنتوا جيتوا للعراق، عراق كان أحلى بلد، أحلى بلد بالأمة العربية، كل دمرتوه يعني انت والله عجيبه. انت شنو هدفكم؟ بس اخي هذا هدفهم واضح، هذا هدف، هذا مخطط اسرائيلي امريكي مجوسي. طيب انا اريد اسالك يا ابو ياسين، اريد اسالك سؤال. السيد وليد من السماوه يقول ليش تحجون على الكاظمي، على عبد الغني الاسدي، على فلان على فلان؟ ذولا مو حرروا المناطق المنكوبه المحافظات اللي احتلها داعش؟ مو ذولا اللي حرروا أعراضكم وحموا العراقيين؟ ليش ما يقول إنه الناس طالعة بالشوارع اليوم ده تتذبح على يد هاي السلطة وعلى يد هاي الشخصيات اللي يسميهم محررين؟ ليش ما يوقف ويا العراقيين اللي دي يطالبون باستعادة الوطن المسلوب؟ ليش يجي؟ ليش تحجون على فلان وكأنه اللي ده يتكلم عليهم العراقيين اليوم أنبياء منزلين معصومين من الخطأ، وهم كل واحد منهم عليه قضية فساد هالكبرها؟ نعم أخوي يعني هي ترى واضحة، هي يعني حتى لو تسألك طفل عمره 10 سنين راح يجاوبك على الأخ، أقول له والله مع احتراماتي لكم
مو العراق دمروه من 18 سنة، انتوا ليش ما تدافعوا لهم؟ بس واضح انه هذا ايديه بجيوبهم 100%. انا اقول لك والله لو عنده روح وطنية كان ما تكلم هالكلام، وكان ما تا هاي القناة اللي تجاهد من احتلال العراق لحد هسه. نعم. القناة أول مرة أنا وياكم كان 2012 اتصلت تتصل بكم باسمي الشخصي إنه تغيرته يعني سبب شغلات أمنية. نعم. أخاف نعم. عن عين نفسي فيعني والله عجيبة عجيبة يعني. نعم. هذا يعني أنت تدافع لهاي الحكومات، فلشوا الموصل، فلشوا الأنبار، جوعوا أهل الجنوب، عراق هينكو ياخذون. نعم. النفط من هالبلد ينطوه لايران، ياخذون الماده ينطوها لايران، اي من تدافعون؟ تدافعونهم يعني على مود 500,000 بالشهر؟ والله عيب عليكم، مو هذا بلدكم، هذا مستقبلكم، مستقبل أو اولادكم ومستقبل ابائكم واجدادكم سابقا، ليش هيك تسيئوا له؟ زين هسه انت اريد اقول له انت من تموت وين راح يدفنوك؟ بايران لو بهذا العراق؟ بس والله عجيبه يا استاذ محمد، والله عجيبه. أنا ما عندي أي مشكلة إنه يتصل أحد يعارض يعني يعارض توجهنا، يعارض الخطاب اللي دا ننطي للناس، لكن إنه يتهم بالباطل يعني هاي حقيقة ما لها من الواقع أو من الحقيقة بصلة. يعني أنت من تجي حاجج بالأدلة والبراهين، مو تجي تقول أنتوا تقولون كذا وتسوون كذا، وين الأدلة والبراهين؟ إحنا دائما من نجي نطلع في قناة الرافدين بالوثائق بالأدلة بالإثباتات، عمرنا ما تبنينا كلام كله على لسان فلان أو الجهة الفلانية حتى أولا نخلي المسؤولية من هذا الموضوع، ثانيا أنه ننقل للرأي العام المحلي والعالمي أنه اللي دي يصير بالعراق وبناء على تقارير دولية وبناء على تصريحات سياسيين وبناء على كلام الناس حضرتك وغيرك اللي يجون ذولا يتهمون بالباطل، يعني شنو الاستفادة أنه هو بس يشوش آراء الناس ويثير بلبلة في البرنامج أو غيره؟ ليش ما يوقف ويا ابناء بلد اليوم اللي يذبحون 10 شهداء واكثر من 200 جريح؟ ذولا هاي الدماء ما تسوى شيء بالنسبه لهاي الاصوات. استاذ محمد كفايه انه يعني 90% من الشعب العراقي عرف هاي القناه قناه وطنيه، يعني قلت لك انا 2012 2013 كان يمكن 5 يتصلون اتصال بروح وطنيه و100 واحد يسيئون القناه، ثاني ادري انا وياكم فارغ وايد طبعا. نعم. بس متقطع مره كم شوي الحكومه ويعني اذوني نعم. فظهر الحق وزهق الباطل، شوف هسه 90% من الشعب العراقي جاي يعني يحمدون بهاي القناه. الله نعم. سبحانه وتعالى نعم. كل واحد يمشي عدل يسلط له ناس زينين يعرفون انه هو عدل. فهاي القناة هي هاي القناة العراقية الأصيلة، أولا قناة عربية وثانيا قناة عراقية جاي. أشكرك على هذا الكلام الجميل يا سيد أبو ياسين من بغداد. يعني احنا فعلا دا نقوم بس بواجبنا لا أكثر ولا أقل، ولا حرفنا حقيقة موجودة على الأرض. اللي دا يصير دا نعرضه للناس بما هو موجود، تصريحات السياسيين بسلبياتها بإيجابياتها دا نعرضها، ودا ننطي للناس القدرة والفرصة أن هم يعبرون عن آرائهم من خلال هاي البرامج التفاعلية بدون أن نحجب أي رأي. المعارض يتفضل طالما هو ده يتكلم بأدب، لكن هاي الاتهامات إذا كانت غير مبنية على حقائق أو أدلة فهي تعتبر كلام باطل ومضلل، يعني محاولة إثارة بلبلة فقط. اللي يجي عنده دليل وبرهان يتفضل أهلا وسهلا بيه ونناقشه باللي موجود أيضا، لأنه إحنا أيضا في المقابل عندنا أدلة وبراهين على فساد هذه السلطة. عندنا السيد أبو شرار من السليمانية، تفضل. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا ابو شرار. استاذ العزيز انت تتكلم عن النازحين وعن باقي الامور يعني. نعم. استاذ العزيز انت قمت على سالفه التحرير. يعني انت حررت منطقتي، رجعني. نعم. بارك الله فيك، ما انتفض لك انا. حررتني. جزاك الله خير. نعم. رجعني، ليش تخليني بالمخيمات نايم؟ حررت جف الصخر. بارك الله فيك، انت صاحب فضل. رجعني. نعم. ذبحتني ما ذبحتني، ذبحت اخويا، ذبحت ابويا، عادي مو مشكله. عادي. الله قاسم لهيك، بس رجعني. نعم. لا تخليني داي حالي واختي وامي. انت منين نازح يا ابو شرار؟ هاي بالمخيمات. انت منين نازح؟ استاذ انا في مخيم السليمانية. من يا منطقة نازح؟
منطقة صلاح الدين ناحية يثرب. نعم. صالك شقد؟ صالها شقد منطقتكم؟ رجعني. منتهية بها العمليات؟ خلينا نقول مثل التوصيف الحكومي متحررة، صالها شقد متحررة هالمنطقة؟ 7 سنوات. ليش ما رجعوكم؟ والله ما أدري. نعم. والله علمي علمك. أنا جاي أقول لك حررتني بارك الله فيك. جرف الصخر قالوا إحنا ليش إحنا نروح على هذا وعلى ذاك وهاي حكومة ما لها داعي. ركبوا وفد من المخيمات وطلعوا نيران. قالوا والله ملككم وين؟ أكو واحد من نيران ما عرفت إيه اسمه. نبي ديابيره. راحوا عليه يابا أنت دزونا عليك النيران. انت جاي هنا ما يقول مسافر وجينا عليك. هنريد نرجع لان يقول والله ملفكم وقعنا عليه ماكو رجوع. ليش ماكو رجوع؟ شلون منطقتي حصره عليه ليش؟ ابو ايران شلون يتحكم بي؟ انا رئيسي وين الرئيس؟ رئيس مصطفى الكاظمي، حيدر العبادي، نور المالكي، عادي. ليش هيك يعني ليش؟ من يقبلها؟ تقبلها انت على عرضك نايم؟ يا انت مصطفى الكاظمي انت اللي تحكي بشغله كارونا وغير كارونا وهذا الفجر وهذا الذبح وكل ما واحد تفجر جيت على اخله يعني البقيه بحياتكم ومن هالسوالف. يا انت انظر انظر على انظر صار بين الدهر استاذ العزيز استاذ انا من جاي احكي جاي احكي من ضمن قلبي. نعم استاذ يعني ماكو ظلت طيره ما ظلت يعني شحينه للعرب. طيب. مو هذا عرضكم، مو عرضكم كان انت كان سني وكان شيعي وكان مسيحي وكان هذا عرضكم، ايش ما يكون لو شنو الكرسي مالك؟ انظر على عرضك بالمخيمات بين الاكراد. انظر تعال رجعني تعال على ايش ساكت انت؟ تعال رجعني. انا اكتفي وياك بهذا القدر يا ابو شراره وصلت فكرتك انا اشكرك واعتذر عندنا متصلين ينتظرون عندنا السيد ابو احمد من ديالى. تفضل يا ابو احمد حياك الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ حياك الله أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يسلمك الحمد لله. والله طبعا أشكركم ونشكر هاي القناة قناة الله يسلمك. يعني قناة الرافدين من زمان من زمن الدكتور حرب أما نعم ويعني من زمان لها مواقف ثابتة للوطنية والمقاومة. نعم. يا أستاذ. نعم. حكومة يعني بس بالاسم هي حكومة يعني ماكو حكومة يعني. إحنا من جهة كاظمي قلنا كاظمي استبشر من خير قلنا راح يعني يجيب الأمن وي نعم. هو ضعيف رجل ضعيف ما يستطيع أي شيء يفعل مجرد يعني صورة مخلينة ما يقدر أي شيء يسوي هو ضعيف ما يستقيل إذا ضعيف إذا ضعيف ليش متمسك بالمنصب إذا هو ضعيف ومقضيها بس وعود يستقيل إذا يستقيل يجوز يعني تعرف يجوز يعني ما يقدر هو هسه لان هو هسه يكون باص يعني هو رجال اول ما جي ما تقال وليس اقوال يعني هو هسه اضعف ما حد يحترمه. انا اشكرك يعني يا ابو احمد من ديالى وصلت فكرتك شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أستاذ محمد؟ الله يسلمك الحمد لله. أستاذ محمد أنا أشكر سعة صدرك على احتواك للأخ وليد من السماوة. نعم. واللي أتمنى من عندك يعني بعد توسع صدرك ويا يعني مثل وليد وأمثال وليد. نعم. لأن هذول ناس يعني مغرر بهم أو مؤدلجين. يعني تعرف الإعلام وبالنسبة لقناة الرافدين مثل ما صار قبل فهو أنا شكرا
لانه جاي يتابع قناه رافديه، فهو من اتصل اذا يتابع. اللي ارجو من قناه رافديه ان تحتوي مثل وليد وامثال وليد حتى على مود تظهر الحقيقه للناس مغرر بهم، هاي واحده. الشيء الاخر اقول للاخ وليد، يا وليد احنا بلد واحد، يعني ما احنا من حررنا الرمادي وحررنا صلاح الدين وحررنا الموصل، حررناهم من ناس يعني اصحاب يعني اجرام وجريمه. نعم. حررناهم من الشيشان القذر ومن الباكستاني والافغاني، دول الناس اللي حتالت المجتمعات. فانت يا اخي من حررت لتمن، احنا عراقيين وبيت واحد. أي. فواحد من يحرر بيته هذه لا يكون من نية، هذا بيتنا وواجب علينا أن نحرر بيتنا من الغرباء. نعم. فهذه رسالتي الأخوي أستاذ محمد. بالنسبة للمظاهرات الدولة ما عندها، يعني الصراحة إحنا ما عندنا دولة، إحنا عندنا سلطة والسلطة عادة، يعني ما تقدر تحقق أي مطلب من المظاهرات. نعم. وأنا اليوم أشكر المتظاهرين لأنهم فقط المحافظ اللي رفضوه، لا اليوم حتى التصعيد مالتهم حتى الكاظم وحتى هذه الحكومه اللي باكملها هي المفروض رفضها، لانه الناس ملت من حكومه المحافظه والتوافقيه والطائفيه، احنا ملينا من هذه المسميات، احنا نريد بلد يعني يوقف على حاله. انت اليوم سمعت وشفت المناوشات والتطاول بين السفير الايراني والسفير التركي على ارض العراق، هاي شلون تصير؟ يعني دول ممثلين بلدان، يعني ما يجوز بلد اخر يعني يتطاولون، واحد يغلط على اخر، واحد انتم بلادكم بلدانكم مو تردوا تنقلون الحرب مالتكم على الارض العراقيه، فهذا المفروض من الدوله ان تطرد دول السفراء الاثنين ولا تخلي العراق يعني ساحه احنا كافه علينا ايران وامريكا. هذا انت تتكلم، حضرتك دا تتكلم بالمفروض، لكن ارض الواقع تقول كلام مختلف. الواقع يقول بانه العراق مستباح، العراق مسيطر عليه من ايران، وحكومه ضعيفه، حكومه ماذا تقدر لليوم تحاسب اللي قتلوا المتظاهرين؟ ماذا تقدر لليوم تكشف عن اسماء اللي ارتكبوا انتهاكات ومجازر ضد العراقيين؟ هاي الحكومه هل من المنطقي انه تبقى بالمنصب؟ هل من المنطقي انه هي تظل حاكمة العراق؟ ابدا استاذ محمد، لما حكومة عاجزة ما لها اي دور، فالمتظاهرين لهم كل الحق. نعم. يطالبون بطرد هذه الحكومة العاجزة. نعم. انا اشكرك يا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكرك واعتذر المتصلين ينتظرون والله عندنا. ابو عقيل من بغداد، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة تقولون حكومة وحكومة وذبحتونا بالحكومة، هي وينكو حكومة؟ هي عصابات وميليشيات ومافيات. نعم. اي هي لو اكو حكومة ما يصير يتقتلون المتظاهرين الناصرية والجرحى والعالم راحة شهداء وايد. نعم. ولا رئيس تكله طلع استنكر، طلع حكى مثلا على القنوات، على هاي كل واحد عنده قناته، كل واحد قناته هو، والدعم مال القناه من اموال الشعب العراقي كلهم. نعم. شوف كم قناه تهمني. طيب هم لما ياخذون دعم من اموال الشعب العراقي، هل دا ينقلون معاناه الناس؟ هل دا يعرضون الحقيقه الموجوده بالشارع، الدماء اللي دا تسيل اليوم لما دا ياخذون اموال العراقيين؟ غير يطلعون معاناة العراقيين يعرضوها. مو المشكلة هم في القناة هسه مثلا التقى بالعالم، هاي القناة تلقاها مثلا تابعة لفلان جهة، فلان جهة عندها مثلا وزارتين ثلاثة، فلان جهة إذا ترجع المحافظات كل محافظة الحزب هي طبعا. أي كل محافظة الحزب، محافظة مثلا واصف للدعو للبدر المجلس الأعلى العفو، محافظة ذي قار مثلا دولة القانون، البصرة عمار الحكيم هي.
والوزارات هم كذلك، يعني هم مستحوذين على المحافظات وعلى المهنة على الوزارات. طيب. وهاي ما يكفيهم، كله ما يكفيهم، حتى المنافذ الحدودية هم ما تكفيهم. نعم. أنا أشكرك يا سيد أبو عقيل من بغداد، شكرا للمشاركة. عندنا أبو سجاد من بغداد، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أخوك مظاهر. نعم. التحرير. وعندنا معلومات ظاهرين. أنا مو خوف. تفضل. بس مو أبوش خليك وتهوجي. شلون؟ أبدا توصل لي صوتي للشعب العراقي. تفضل. أنا عندي معلومات صحيحة. تفضل قول لنا المعلومات. عندي معلومات أنا بالمظاهرات مشي مثل المجرمين وعرض، بس ما أقدر أحكي على الشاشات. أروح أنا عايز لا عاد وين تريد تحكي؟ أسولف لغاف. يعني تريد تسولف بعيد عن الشاشة؟ طلعت من شاشة كلا. طيب. بس التليفون. ماشي. عندنا رقمك، عندنا رقمك ونتواصل وياك إن شاء الله في وقت بعيد عن البرنامج حتى نفهم منك شنو التفاصيل. شكرا جزيلا. أبو زينب من الأنبار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ محمد. نعم حياك الله. تحية أجلال وإكرام لهاي القناة الرائعة. الله يسلمك. وبس ما داخل البرنامج أخي العزيز، من نسولف عن الحكومات ونسولف عن الدولة يا أخي. نعم. والله من المخزي إذا نقول أكو حكومة. من المخزي. نعم. من المخزي نقول أكو حكومة. هيك حكومة هذه عصابات دمرت البلد، ضيعت البلد، يعني شيء لا يعني حدث ولا حرج. يعني اللي يصير بالناصرية يومية حيث سامة، يعني يقول ما يعني المعدودة للمربوط اللي يجيبه نفس ذاك، يعني شنو يعني شنو اللي مبرر؟ نعم. شنو اللي مبرر يعني من يجيبونه؟ وناس يعني احنا عراقيين، خلينا نحكي بالطائفية، واحد يتصل ما ادري ايش يقول وواحد ما ادري ايش يقول، يعني احنا ضيم على كل عراقي مو على شخص معين. صحيح. ولا اريد نقول بالطائفية شيعة وسنة واي شيء. فاحنا نقول عراقيين، احنا تحت علم عراقي. نعم. ما لنا يعني علاقة بهاي المداخلات وهذه السوالف، وكل ساعة واحد يقول هاي القناة مدري ايش فيها ويتهم ناس يتهم ناس. احنا نريد شيء يعني شيء اسم العراق. نعم. وشكرا اخي العزيز. شكرا جزيلا يا ابو زينب. عندي بس تعليق سريع على اللي قاله السيد عبد الرزاق من بابل بموضوع انه نحتوي الناس المعارضين لخط القناة، السياسة العامة، توجه القناة. احنا عمرنا ما اغلقنا بابنا امام اي احد معارض او مؤيد للتوجهات. ان كان يجي احد معارض اهلا وسهلا، مرحب باي وقت، لكن ياتي بدليل وبرهان ويتكلم كلام منطقي. الناس اللي دي يتصلون دي يتكلمون عن معاناة حقيقية دي يعيشوها يوميا. الافضل ايضا انه اللي عنده وجهة نظر مضادة انه يجي يثبت بالحجة والبرهان كلامه، حتى لا يكون هو مصدر للسخرية أو للردود الانفعالية من المتصلين اللي ما يوالموا بالفكر. خلي اللي يجي يتفضل أهلا وسهلا، عنده دليل وعنده برهان يأتي نسمعه ونتناقش وياه. لكن هاي سياسة الاتهامات والتهم الباطلة ومحاولة حرف الحوار عن مساره وإدخالنا بقضايا شائكة حقيقة أصبحت مواضيع قديمة وكلاسيكية، يعني نرجو أنه نعبرها. والكل طبعا الكل أهلا وسهلا مرحب بهم بالبرنامج طالما الحديث يتم بشكل يعني حضاري. عندنا فيما تبقى من وقت نقرأ رسائل سريعا وباختصار. رسالة من أبو عبد الله من أوروبا يقول: بعد التحية والسلام أخي العزيز، كل محافظات العراق يوجد مكاتب خاصة للحرس الثوري الإيراني وبقيادة الميليشيات التي تقوم بقتل الشعب العراقي في الناصرية وبقية المحافظات. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم. لا ينتهي الدم والقتل والاغتيالات إلا برحيل هذه الطبقة السياسية، لكن ذلك مستحيل لأنها تمتلك غطاء ديني شرعي. رسالة من أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول: باسمي ونيابة عن أبناء مدينة الموصل الجريحة، نعلن تضامننا ونشد على أيدي ثوار ثورة تشرين العرب المباركة
للعراقيين والعرب وثوار ساحة الحبوبي. أيضا عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول الحمد لله على سلامتك، مبين صوتك منشول، اي والله فلاونزا. رسالة عندنا من عراقي مغترب يقول السلام عليكم، اسمحوا لي نظرتي محبطة وأشوف أن العراق لن يرجع وسيظل على ما هو عليه ولا يقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. نتمنى طبعا كلامك يكون غير صحيح. في وطني الجاسوس يضع شروط الوطنية، والزنديق يشرح أركان الإسلام، والكافر يشرح شروط الإيمان، واللص يتكلم بالاقتصاد، والعراق ينزف يموت بائع الشاي من أجل أن يعيش بائع الوطن. رسالة عندنا من نوار من هولندا يقول بعد التحية والسلام، الكاظمي هو تبعي من أتباع إيران وكل اللي يحكمون حاليا هم ذيول إيران. رسالة من السيد أم أيمن يقول أستاذ أريد أرد على الأخ وليد من يقول الحشد الشعبي حرر الغربية. أولا مو الحشد، الأمريكان حرروا بالغطاء الجوي، لأن الحشد والميليشيات ارتكبت انتهاكات فظيعة وسلب ونهب سموها غنائم. رسالة عندنا من أبو أديان من الرمادي يقول نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين من سيطرة الرزازة. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول السلام عليكم أخي العزيز، ممكن الكاظم ينطينا موعد إيش وقت يخلص النزيف في العراق؟ أول مرة شايفه هيك الشعب، يعني ما راح يضحك يوم خلصوا من داعش ردوا لهم هم شفاية خلصهم منا وياكم سجاد. شكرا يا أم سجاد. طيب وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر للجميع، هذه كل الرسائل الواردة طبعا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.